عزيزي المشاهد، خليني أبتدي في البداية أقول إنه رسالة المسيح هي واضحة جدا مثل وضوح الشمس. أن تحاول إنكارها فإذا أنت تنكر كل شيء، ولما بتشوف شيء مثلا لامع وساطع، طب أنا كيف ممكن أحاول ألقي ضوء على شيء أنا عندي أعظم وأرفع فيه؟ فأنا بقلل من أهمية الشخص الآخر. لكن طبعا البعض صار يهاجم هذه الفكرة، وإنه المسيح لم يرسل إلا إلى بني إسرائيل، ولا أعرف شو هو السبب وما هو الاقتباس وكيف وصل إلى هذه النتيجة. والنتيجة إنه الديانة تبعتنا، يعني يقصد الديانة الإسلامية، هي أبطلت كل الديانات ومحت ولغت كل الديانات، وأستخدم التعبير الذي يستخدموه، نسخت كل الأديان. عزيزي، موضوع الناسخ والمنسوخ ما بيتكلمش على التوراة والإنجيل، بيتكلم على آيات نزلت على محمد، وبعدين من خلال هذه الآيات إذا يعني أنزلنا آية ونسيتها منجيب لك آية مثلها أو حتى أفضل منها. فما تربطش موضوع الناسخ والمنسوخ في موضوع القرآن على الكتب السماوية.